السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أول شيء نقول الحمد لله رب العالمين، الذي شكرت لأزيدنكم دينا. نعزي أخونا وحبيبنا معالي عبد الله بن سلمان الضالعي، أخوه الله يرحمه معالي الحكيم بن سلمان الضالعي. خبر لنا جميعا، موت حق، وكنا نحن سنموت، كل نفس ذائقة الموت، لكن كيف بعد الموت؟ الموت كنا نحن سنموت، كل نفس ذائقة الموت، محكومين من قبل الله، لكن كيف بعد الموت؟ لما تسمع فلان مات، فلانة ماتت، فهذا خبر لنا جميعا، كيف نتوب توبة النصوحة حتى ننال محبة الله سبحانه وتعالى، وننال محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذين آمنوا أشد حبا لله. وصية لنفسي، عمكم أخوكم خلفان بن سالم الخلفان عدوي، ولكم جميعا، علينا أن نترك المعاصي حتى ننال محبة الله مثل ما نالوا الأنبياء والصحابة رضي الله عنهم. بارك الله فيكم وفينا، نسأل الله سبحانه وتعالى قبره، الله يرحمه أخونا حكيم بن سلمان الطالي، قبره في روضة من رياض الجنة، وقبور أرحامنا وجميع المسلمين والمسلمات، آمين يا رب العالمين. يا الله للناس جميعا، آمين يا رب العالمين. مع السلامة وبالله التوفيق. أحسنتم.